ممكن يكون شكلك او ستايلك حلو، بس اول ما تفتح بقك كل ده بيبوظ. فالنهارده انا اجيب لك 6 حاجات علشان تبقى لايك ا جنتلمان. واول حاجة جنتلمان بيقولها هي شكرا. الناس محتاجة تتقدر، قدر الناس، ولو اي حد عملك اي خدمة قول له شكرا. بتنقل كلام، شغال عصفورة لايك ا جنتلمان، ما بيعملوش كده. بلاش تنقل الكلام بين صحابك. يا عم انا زهقان، يا عم مفيش شغل في البلد، البلد دي مفيش اصلا فيها اي حاجه حلوه. كفايه نيجاتيف انرجي. الجنتلمان مش بيبقى ماشي في وسط الناس عمال يقول لهم حاجات في نيجاتيف انرجي ويخليهم يروحوا في الاخر يلعبوا الحوت الازرق وينتحروا. بالله عليك كفايه نيجاتيف انرجي. عايز تبان عيل؟ عايز الناس كلها تعاملك ان انت عيل؟ اشتم. لازم في كل كلمه تقولها او كل جمله تقولها لازم تشتم فيها. لايك ا جنتلمان ما بيشتموش. انت ممكن توصل رسالتك والمعلومه اللي انت عايزها من غير ولا شتيمه خالص. والحاجه اللي قبل الاخيره والمهمه جدا، الجنتلمان بيستنى اللي قدامه لما يخلص عشان يتكلم هو. الجنتلمان مش بيقطع اللي قدامه وهو بيتكلم عشان يتكلم هو، بيستنى لما يخلص كلام خالص وبعد كده بيبدا هو كلام. واخر حاجه وهي مهمه جدا جدا جدا، لايك ا جنتلمان بيخلي باله على الكلمه الواحده، عشان ممكن كلمه واحده تكسب اللي قدامك كله، وكلمه واحده كلمه واحده بس تخسر كل حاجة. دوس يا كوتش، سلام عليكم.